الثاني دع الله برقابته لله، والثالث دع الله تعالى بأمانته، ففرج الله تعالى عنهم. يؤخذ من الحديث فوائد عظيمة جدا. من أهم هذه الفوائد أن هذه الأعمال الثلاثة تنجي صاحبها من البلايا. بر الوالدين ينجي من البلايا، هؤلاء دعوا الله تعالى ببر الوالدين فأنجاهم الله، كما أن بر الوالدين سبب للعقوبة أو عقوق الوالدين سبب للعقوبة العاجلة في الدنيا. جاء في مستدرك الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، والعياذ بالله تعالى. عقوق الوالدين عقوبة عاجلة في الدنيا، بر الوالدين بركة رحمة نجاة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، ورزق من الله سبحانه وتعالى. في قصة بقرة بني إسرائيل، والقصة معروفة جاءت في القرآن، وسميت السورة الطويلة باسمها سورة البقرة. هذه البقرة التي ذبحوها وما كادوا يفعلون وجدوها عند غلام كان برا بأمه، وجاءه قيض الله ملكا قال: لا تبيعها إلا لكليم الله موسى عليه السلام في حل معضلة، حل مشكلة يعني، ولا ترضى إلا بوزنها ذهبا. من أين جاءت هذه البركة؟ ببره لأمه وطاعته لوالدته. هؤلاء فرج الله تعالى عنهم ببر الوالدين، ونجاة ببر الوالدين، وثواب عظيم عند الله تعالى. الثاني دعا الله عز وجل برقابته لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى. والعبد إذا راقب ربه وعلم أن الله تعالى مطلع عليه كان ذلك سببا للنجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. هذه المنجيات، ولذلك رقابة الله تنجي صاحبها من قارع السوء ومن الهم ومن الغم. لنأخذ الفاصل ثم ننظر إلى هذه المنجيات التي أخبر عنها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فابقوا معنا.